السلام عليكم ورحمة الله. أربعة مخلوقات خلقها الله بيده الكريمة. يوجد فرق بين أن يخلق الله الشيء بيده الكريمة دون تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء بأمره. وقد قال عز وجل في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. فهناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة، وهي أربعة مخلوقات، وباقي المخلوقات بقوله كن فيكون. فما هي هذه الأشياء التي خلقها الله بيده الكريمة، وما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش، وجنات عدن، وآدم، والقلم. ويؤيد هذا رواية الطبري في التفسير عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. رواه الطبري في جامع البيان، والأصفهاني في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات. وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول، وأوردوه في مصنفاتهم. ومن هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة، أولا خلق آدم. ودليل ذلك قوله عز وجل في سورة صاد الآية 75: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. صدق الله العظيم. ثانيا غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، ودليله ما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثالثا خلق القلم. خلق الله تعالى القلم الأعلى بعد خلق الماء والعرش، وهو ثالث المخلوقات، وهو جرم عظيم جدا على شكل نور. ثم خلق الله تعالى بعد القلم الأعلى اللوح المحفوظ، وهو رابع المخلوقات. قال بعض العلماء أنه فوق العرش، وقال بعضهم أنه تحت العرش، وجرمه عظيم جدا، مقداره ومساحته مسيرة 500 عام، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وقد أمر الله تعالى القلم أن يجري على اللوح المحفوظ، فجرى بقدرة الله سبحانه وتعالى ومن غير أن يمسه أحد من الخلق، وسطر في اللوح المحفوظ كل ما سيكون في العالم حتى نهاية الدنيا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم ثم قال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. رابعا خلق العرش. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. والعرش سرير له أربعة قوائم، ومكانه فوق السماوات السبع، وهو سقف الجنة منفصل عنها. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، وسقفه عرش الرحمن. ثم أن حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، والعرش أكبر مخلوقات الله حجما ومساحة وامتدادا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة الملقاة بأرض فلا. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، رواه ابن حبان وغيره. والعرش يحمله أربعة من أعظم الملائكة، ويوم القيامة يكونون ثمانية. قال تعالى في سورة الحاقة الآية 17: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد حملة العرش بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، رواه أبو داود. وبالإضافة إلى هذه المخلوقات الأربعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة، هناك مخلوقات أخرى خلقها الله بيده وبأدلة قرآنية، منها خلق السماوات. والدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات الآية 47: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكذلك خلق الأنعام. والدليل قوله تعالى في سورة ياسين الآية 71: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. صدق الله العظيم. هذه هي الأشياء والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة، فسبحان الخالق العظيم. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكن شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.